بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أخوات والإخوة، في البداية أعطي الكلمة للأخ كاتب المجلس للتأكد من حضور النصاب القانوني لانعقاد الدورة العادية لشهر أكتوبر، فليتفضل مشكورا. شكرا السيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. حميد شابط، علال العمراوي، جواد حمدون، ابراهيم الجامعي، عبد العزيز الحليلي، محمد الملوكي، بوعزه الركبي، حميد السطي، محمد المفيد، حميد شهبار، هشام شاقور، خليل اليحيوي، مريم الشرجاوي، محمد الدنيا، احمد اقصبي، علي الشيخي، عبد النبي مجبر، كريمه منير، فاطمه الدهيبات، محمد العمراني الجوطي، حسين العبادي، احمد دكار، زهراء العمراني، فايد امغار بعذر، حسن الصيقي، خديجه قرياني، الخدير عماري بالطاحي، عبد الحميد فتاح، محمد اليماني، حسين الجبيلي، الزبير بنوه، سعيد عز الدين المعروفي، مجدة بن عربية، محمد الخضوري، أحمد أغربي، عبد القادر السلاسي، عبد الله الهادف، ميلود بوحديث، حميد الفحل، علي بن عياد، عزيز معين، عبد القادر الجناتي، فاطمة طارق، كنزة الغالي، حسن بومشيطة، حسين السيتني، محمد الحداد، محمد الدويري، علي محبوب، إدريس السايب، إسماعيل العلوي، عبد الرحمن النداء، محمد الرحالي، إدريس البروزي، جميلة بن العزيز، نعيمة مزيوق، حسن المحيب، يونس مفتاح، عبد العزيز بن دهبية، عز الدين الشيخ، ملكة أبو الزهراء، عبد الحميد المرنسي، عبد الحق برني، علي عزيز الفيلالي، أمينة الزعيم، عزيز الأبار، عبد الإله السوسي مكين، خديجة العلوي يزيدي، رشيد ياسين، سعيد السرغيني، محمد المتقين، سعيد بوعياد، عبد الرحمن السكوي العلوي، عبد السلام البقالي، أحمد مقران، ناجي الفخاري، عبد الفتاح التازي، فاطمة الفيلالي، محمد المساوي، نجيب عالمي وهابي، كريم الفتحي، لينا الفيقيقي، محمد الدباغ، جواد قناوي، محمد مخلص، إبراهيم المستور، كبير قاسم، عبد الواحد العواجي، محمد اللويزي. الحضور 62 من اصل 97، النصاب متوفر لعقد هذه الدوره. وجدول الاعمال هو على الشكل التالي: مشروع ميزانيه الجامعه حضر لفاس برسم سنه 2015، برمجه مداخل اضافيه، تحويل اعتمادات خاصه بالجامعه حضر لفاس لسنه 2014، المصادقة على مشروع حساب النفقات من المبالغ المرصودة خاصة بالمقاطعات التابعة للجامعة حضري لفاس، تحويل اعتمادات خاصة بالمقاطعات التابعة للجامعة حضري لفاس، طلب قرض من صندوق التجديد الجامعي، نزع ملكية الملك المسمى بلاد بن سليمان الكائنة بمقاطعة جنان الورد من أجل إيواء وتثبيت قاطني دور الصفيح، الموافقة على مشروع تصميم التهيئة للجامعة حضري لفاس، تعديل القرار الجبائي نقطة مقترحة من طرف السلطة المحلية، المصادقة على إنجاز مشاريع مندمجة بقطاعي الماء والبيئة بعمالة فاس، ومن ضمنها الاتفاقية الموضوعاتية الخاصة بالوقاية من الفيضانات لمدينة فاس 2014-2016. شكرا. كلمة السيد الرئيس. شكرا. الأخوات والإخوة، المستشارات والمستشارين، السيد الباشا ممثل السيد الوالي، السيد رئيس جماعة
المشور السيد رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله، السيد مدير أكاديمية الجهوية للتعليم، الإخوة رؤساء جمعيات المجتمع المدني، الإخوة رجال الأعمال، الإخوة الصحافيين ورجال الإعلام، السادة رؤساء المصالح الخارجية ورؤساء المصالح الإدارية الجماعية، أيها الحضور الكريم، نعقد بعون الله وقوته دورتنا العادية لشهر أكتوبر في غمرة أفراح الأمة الإسلامية بالسنة الهجرية الجديدة، وأغتنم هذه المناسبة لأتقدم لكل أعضاء المجلس وأعضاء مجالس المقاطعات ولكل الموظفات والموظفين الجماعيين ولكل سكان مدينة فاس بأحر التهاني وأصدق مشاعر التقدير، سائلاً الله عز وجل أن يهل علينا وعليهم هذه السنة بموفور الصحة والعافية ومزيد من التقدم والازدهار. وبسرور كبير وابتهاج عميق يسعدني أن أرحب بضيوف هذه الدورة الكرام الذين أبوا إلا أن يشاركون تدشين هذه القاعة الجميلة الفيحاء وأشغال هذه الدورة، كما يسعدني بمناسبة انتقال الجماعة الحضرية إلى مقرها الجديد وانعقاد أول دورة في هذه البناية أن أتقدم لمجلسكم الموقر بالتهنئة الحارة على هذا الإنجاز الرائع وهذا الحدث المتميز الذي سيبقى مسجلاً بمداد الفخر في تاريخ جماعة فاس. ويسعدني أيضاً أن أبارك لكافة الموظفين مكاتبهم الجديدة متمنياً لهم أداءً جيداً، خصوصاً وأن البداية الجديدة تتوفر فيها جميع المقومات المطلوبة والظروف المناسبة للتميز والعطاء، فهناك الموقع المتميز والقاعات الملائمة والمحيط الأخضر. أيها الحضور الكريم، إن دورة أكتوبر تكتسي أهمية خاصة لأنها الدورة التي يتم فيها تقديم مشروع الميزانية على أنظار المجلس الموقر، علماً أن الميزانية تشكل بامتياز الأداة التي تتجسد فيها السياسة المالية للمجلس والوثيقة التي تترجم بالأرقام كل الأهداف الكبرى التي تسعى الجماعة إلى تحقيقها، وهي أيضاً المناسبة التي يتمكن فيها السادة المستشارون الجماعيون من مناقشة السياسة العامة للمجلس وتقييمها بطريقة شمولية وإغنائها أو تعديل بعض بنودها، كما تعتبر بالنسبة لنا مناسبة سانحة لاستعراض أهم التطورات التي عرفتها مدينة فاس المقدسة وأهم المراحل التي قطعتها والمراحل التي لا زالت تنتظر وأساليب التدبير التي طبقتها والمخططات التنموية التي رسمتها، وهي مناسبة للتذكير وإعادة الوقوف بالمحطات التي مر منها قطار التنمية منذ أن تحملنا جميعاً مسؤولية تدبير الشأن المحلي بهذه المدينة. فالنهضة الشاملة التي تشهدها مدينة فاس على كل الأصعدة والمستويات والتغيرات العميقة التي تعرفها المدينة على مستوى كل المرافق لم تكن وليدة الصدفة أو الارتجال بقدر ما هي ناتجة عن تصور عميق لمفهوم المدينة كرهان استراتيجي واضح لسياسة المدينة وكخطة محكمة ودقيقة من أجل إرساء دعائم التنمية المستديمة. أيها الحضور الكريم، تعلمون جميعاً أن تحملنا لمسؤولية تدبير الشؤون المحلية لمدينة فاس قد تزامن مع أول تجربة لوحدة المدينة، وقد أجبرنا هذا التوجه الجديد على تحديد اختيارات عامة وأهداف طموحة تشمل كل القطاعات التي تدخل في اختصاصات الجماعة
وتهم كافة مقاطعات وأحياء المدينة. وكانت غايتنا الأولى هي أن تشهد مدينة فاس إقلاعاً اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، وتستعيد مكانتها الرائدة على المستوى الوطني، وإشعاعها الحضاري على مستوى الدولي، وتعم الاستفادة من خدمات الجماعة كل السكان وعلى قدم المساواة. ولهذا كانت إرادتنا قوية وعزمنا قوي لبذل المجهودات الضرورية للرفع من مستوى التجهيز والاستثمار كأولوية ملحة، وخاصة ما يتعلق بجانب التأهيل الحضري ثم توفير البنية التحتية والخدماتية بمواصفات عالية لجعل مدينة فاس قطباً اقتصادياً ومركزاً ثقافياً وطنياً ودولياً، هذا مع ترسيخ قواعد الحكامة الجيدة واعتماد التقنيات الحديثة وأساليب التدبير الفعالة وتكوين الموارد البشرية ذات المؤهلات العالية التي تضمن نجاعة التدخلات وتحقيق التقدم الملموس الذي يتطلع إليه سكان مدينة فاس. أو أيها الحضور الكريم، لقد انطلقنا بعون الله بنية الالتزام بالديمقراطية الداخلية وممارسة الوضوح والشفافية واحترام كل القوانين الجاري بها العمل، ووطدنا العزم على تفعيل قيم وأخلاقيات التعاون والتشارك والانفتاح على الجميع والإنصات لكل الآراء. وهكذا وطيلة مدة اشتغالنا احترمنا حرفيا مقتضيات الميثاق الجماعي، والتزمنا التزاما مطلقا بكل القوانين التي تحتاج إليها الجماعة في تدبير شؤونها. وكان هناك تعاون مثمر مع كافة المصالح، سواء المصالح الجماعية أو المصالح الحكومية الخارجية، كما حاولنا أن تكون علاقتنا نموذجية مع السلطات المحلية، وهو ما مكننا من التعاون أكثر والسير بسرعة أكبر من أجل مصلحة المدينة والمواطنين. كما ساد جو من التفاهم والتضامن وتضافر الجهود بين المقاطعات والمكونات المشكلة للمجلس، والذي استطعنا بفضله أن نكون مجموعة عمل متجانسة اشتغلنا في إطارها دون مشاكل كبيرة وباحترام تام للاختصاصات والمهام. وعملنا أيضاً على الإشراك المباشر لجميع المنتخبين الذين ساهموا بتدخلاتهم وباتصالاتهم المباشرة أو بآرائهم وتوصياتهم في عمل مختلف اللجان أو من خلال مناقشتهم في دورات المجلس، وقد أبانوا جميعاً عن كفاءاتهم العالية وإرادتهم القوية ونيتهم الحسنة والغيرة الصادقة على مدينة فاس المقدسة. كما انخرطت الجماعة بفعالية في توطيد دعائم الديمقراطية التشاركية في علاقتها مع المجتمع المدني بمختلف مستوياته، كمعبر عن الإرادة الشعبية ومع النسيج الجمعوي بمختلف أطيافه ومشاربه، كحامل لمشاريع التنمية بحيث يمكن الحديث عن إشراك حقيقي للمجتمع في تشخيص الحاجيات وبلورتها على شكل مشاريع وقرارات، ويمكن لي القول بأن جماعة فاس تعتبر رائدة في هذا المجال. تقريب الإدارة من المواطنين أو ديمقراطية القرب. يكتسي العمل الجماعي المحلي أهمية كبيرة في الواقع السياسي الوطني، لكونه يرتبط بالمعيش اليومي للمواطنين وبتدبير قضاياهم اليومية. فالمجالس الجماعية هي المسؤولة عن تدبير الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن كل يوم، والمنتخبون الجماعيون هم المسؤولون في نطاق مقاطعاتهم الانتخابية عن هذه الخدمات العمومية أمام السكان الذين صوتوا عليهم. إنها مهمة نبيلة وجسيمة تتطلب الصدق والنزاهة وروح المسؤولية العالية والقرب من المواطن والتواصل المستمر معه والإنصات لانشغالاته الملحة والسهر على قضاء أغراضه الإدارية والاجتماعية. وهي مهمة شاقة لا يمكن النهوض بها بسهولة أو من خلال الانتظار داخل المكاتب الإدارية مهما بقيت مفتوحة في وجه المواطنين، ولكن تتطلب التقرب من المواطنين والنزول إليهم
وملامسة مشاكلهم وتخفيف معاناتهم وتيسير علاقاتهم مع الإدارة. لهذه الأسباب كانت الجماعة الحضرية بفاس سباقة على المستوى الوطني إلى تطوير خدماتها وإلى الانخراط في نظام الحكامة الإلكترونية التي تمكن المواطن من الاطلاع بسهولة على المعلومات الخاصة بالمصادر الإدارية والحصول بسرعة على الوثائق المطلوبة، وتمكنه من تفعيل طلب الخدمات عبر جهاز الحاسوب أو الهاتف. وفي هذا الإطار تمت حوسبة سجلات الحالة المدنية ومكننت خدمات المصلحة بكاملها، وتم إنشاء خارطة رقمية لمدينة فاس على شبكة الأنترنت، وهو ما أعطى للإدارة المحلية فعالية أكبر ومكن من ربح للوقت وساهم في توفير قدر أكبر من الشفافية وتكافؤ الفرص. ومن دواعي فخرنا اليوم أن الجماعة تعتمد على إمكاناتها الذاتية وكفاءاتها الجماعية لضبط سير كل العمليات والقيام بأشغال الحوسبة والصيانة والتتبع وتنظيم دورات تكوينية للموظف المصالح في كيفية استعمال النظام المعلوماتي اعتماداً على أطرها. ولهذا نتوقع أن يتم إن شاء الله تعميم هذا النظام تدريجياً ولكن بسرعة على مختلف المصالح لتخفيف العبء على الإدارة وعلى المنتخب وعلى المواطن في نفس الوقت. أيها الحضور الكريم، لم يكن في البداية هدفنا الحصول على الجوائز، ولكن فقط التحلي بالسرعة في تقديم الخدمات للمواطنين، وجاءت هذه الجوائز تلقائياً ودون سابق حسبان كشهادة استحقاق توج بمجهوداتنا. وكانت هذه الجوائز بمثابة إعلان رسمي وصريح على المستويين الوطني والدولي عن النقلة النوعية والقفزة الجبارة التي حققتها الإدارة المحلية بفاس. وقد أهلت هذه الجوائز التي يؤكد بعضها بعضاً مدينة فاس لتسير في مصاف المدن الرقمية التي تتوفر على بنية تكنولوجية للخدمات تسخرها للسكان أولاً ويستفيد منها رجال الأعمال والزوار لاحقاً، إذ تمكنهم الوصول إلى أي خدمة انطلاقاً من أي مكان وفي أي وقت. وبالإضافة إلى السبق في مجال الإدارة الإلكترونية والرقمية، ساهمت الجماعة في بناء على اتفاقية الشراكة مع ولاية الأمن في دعم خدمات إدارة الأمن المتطورة والذكية أصلاً، فانطلاقاً من منصة للمراقبة تتم مراقبة الأمن والسلامة داخل المدينة، حيث يتوصل مركز المراقبة بمعلومات كاملة من جميع الكاميرات الموزعة داخل المدينة والتي ترصد الأبنية والمنشآت والساحات والشوارع والبوابات، وتنشأ عليها أشرطة وبيانات يتم تسجيلها حفظها واستعادتها في أي وقت. وتساهم أجهزة الرصد أيضاً في بثر أوكار الفساد وفي سرعة الاستجابة لأي طارئ وفي توفير أكبر قدر من الأمن والأمان وتحقيق الاستقرار لسكان مدينة فاس. كما تتوفر المدينة على مخططة للسير والجولان، وكانت المدينة سباقة أيضاً إلى الحصول على مطرح مراقب للنفايات انطلق فيه حالياً الإعداد لمشروع تحويل الغازات إلى طاقة كهربائية وإنتاج غاز البيطان، وهو ما سيمكن هذه السنة إن شاء الله مدينة فاس أيضاً من إنتاج الطاقة وتحقيق اكتفائها الذاتي في مجال الإنارة العمومية، وفي نفس الوقت حل مشاكلها البيئية. إن تطور البنية التحتية الرقمية والمعلوماتية ونجاعة الأمن وسهولة التنقل والرؤية البيئية والاستدامة الاقتصادية كلها من خصائص المدينة الذكية التي تتوفر في مدينة فاس بشهادة المنظمات والمؤسسات الدولية. أيها الحضور الكريم، تعلمون أيها السادة وتتذكرون أن تجربتنا الجماعية انطلقت من وضعية محرجة للغاية على الصعيد المالي، بحيث بدأنا عملنا على أساس ميزانية ضعيفة مسجلة عجزا في ميزانية التسيير وغياب شبه تام لميزانية التجهيز ولا تلبي الحاجية الضخمة لسكان المدينة. وبعد إيقاف نزيف عملنا على استنفار كل الطاقات للرفع التدريجي من حجم الميزانية وتنمية المداخيل،
وتطلبت منا الحكمة المالية أيضا العمل على ترشيد النفقات ترشيدا عقلانيا يضمن السير الجيد لمختلف المصالح الجماعية من جهة، وبتحقيق الادخار لتمويل مشاريع تجهيز من جهة أخرى. وها نحن اليوم نعاين حصيل ما حققناه جميعا من إنجازات هامة في المالية الجماعية، وها نحن نتلقى التهاني من المتتبعين وذوي الاختصاص، وقد كانت فرحتنا وفرحة ساكنة فاس عارمة ونحن نستمع لصاحب الجلالة وهو يقيم في خطابه الذي ألقاه في افتتاح الدورة البرلمانية بأكتوبر 2013 العمل الجبار الذي قام به مجلس مدينة فاس، حيث قال حفظه الله: إنه في الواقع يلاحظ تفاوت كبير في مستويات تدبير الشأن المحلي والجهوي، فإذا كانت كثير من الجماعات الترابية تتمتع بنوع من التسيير المعقول، فإن هناك مع الأسف بعض الجماعات تعاني اختلالات في التدبير من قبل هيئاتها المنتخبة. فرغم، يقول صاحب الجلالة، فرغم أن ميزانية المجلس الجماعي لبعض المدن الكبرى تفوق بثلاثة أو أربعة أضعاف تلك التي تتوفر عليها فاس مثلاً، فإن المنجزات المحققة بمدينة فاس في مجال توفير يقول صاحب الجلالة فرغم أن ميزانية المجلس الجماعي لبعض المدن الكبرى تفوق بثلاثة أو أربع أضعاف تلك التي تتوفر عليها فاس مثلاً، فإن المنجزات المحققة بمدينة فاس في مجال توفير وجودة الخدمات الأساسية تتجاوز بكثير ما تم إنجازه بهذه المدن الكبرى، انتهى كلام جلالة الملك. وهذه الشهادة يحق لكل ساكن من سكان مدينة فاس أن يفتخر بها، ويحق لكل مستشار جماعي أن يعلقها وساما فخر على صدره كان في الأغلبية أو المعارضة، لأن العمل الجماعي جزء لا يتجزأ، ولا وجود لمعارضة أو أغلبية فيما يخص تدبير الشأن العام. عندما تحملنا أخوات والإخوة، عندما تحملنا مسؤولية تدبير الشؤون المحلية لمدينة فاس، كنا نعلم أن فاس هي عاصمة العلم والثقافة التي تحتضن أعرق جامعة في العالم، جامعة القرويين. كما كنا نعلم أن مدينة فاس تحتضن أكبر تجمع طلابي في المغرب بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، وهي كذلك العاصمة الروحية للمملكة والمدينة المقدسة لورود حديث شريف في شأنها تناقلته كتب التاريخ، وتعتبر أيضا تراثاً إنسانياً وعالمياً. ودورنا في الجماعة هو أن نحافظ لها على التميز التاريخي، ونهنئ الفضاءات الملائمة لهذا التميز. كما أغتنم هذه الفرصة لأذكركم جميعاً وساكنة فاس بخطبة المولى إدريس بن دريس عند بناء فاس، حيث قال: اللهم إنك تعلم أني ما أردت ببناء هذه المدينة مباهاة ولا مفاخرة ولا رياء ولا سمعة ولا مكابرة، وإنما أردت أن تعبد بها ويتلى بها كتابك وتقام بها حدودك وشرائع دينك وسنة نبيك ما بقيت الدنيا. اللهم وفق سكانها للخير وأعنهم عليه، واكفهم مؤونة أعدائهم، وأدرر عليهم الأرزاق، واغمد عنهم سيف الفتنة والشقاق، إنك على كل شيء قدير، انتهى كلام مؤسس الدولة المغربية المولى إدريس بن دريس. ولهذا عبأنا كل الإمكانيات لإنشاء المراكز الثقافية الكفيلة باسترجاع مكانة فاس كمدينة علمية وعاصمة روحية وتراث إنساني، إتمام الأشغال بالمركب الثقافي الحرية، إتمام الأشغال وتجهيز المركب الثقافي لسان الدين الخطيب، عملية تحديث المكتبات وإدخال تقنيات المعلومات
المعلوماتية المتطورة بالمكتبة الوسائطية البلدية بتعاون مع الاتحاد الأوروبي وفي إطار برنامج الأوروميد، إحداث مواقع للقراءة العمومية، مكتبات عادية أو متعددة الوسائط في كل مقاطعة، وكذلك الشأن بالنسبة لدور الشباب. مشروع المكتبة الكبرى التي إن شاء الله سينطلق في القريب العاجل، والذي يضم 40,000 متر مربع مغطاة مع مبنى للأوبرا ومعهد موسيقي وكل ما له علاقة بالثقافة والقراءة، قاعة للمؤتمرات لكي تتمكن مدينة فاس من استقبال وتنظيم ملتقيات ذات صلة دولية. الأخوات والإخوة، كان أول هدف لمجلس المدينة منذ سنة 2003 هو الحفاظ على الإرث الثقافي للمدينة من أجل تحقيق إشعائها وتلميع صورتها، حيث واصل المجلس تنظيم المهرجانات التراثية في فنون السماع والمديح والموسيقى الأندلسية والملحون التي تزاوج بين ما هو فني وفرجوي وبين ما هو معرفي وطني، هذا تنسيقا وإضافة إلى المهرجان الكبير الذي اشتهرت مدينة فاس به عالميا وهو مهرجان الموسيقى الروحية. كما عمل المجلس على تكريم العديد من الفعاليات والشخصيات التي طبعت هذه الفنون بلمساتها، بالإضافة إلى المهرجانات التراثية الثابتة والقارة، انفتح المجلس على كل الأنواع الثقافية وعلى كل التظاهرات الفكرية والعلمية، حيث تحولت مدينة فاس إلى فضاء رحب لتلاقح الحضارات وتلاقي الثقافات وتمازج الفنون، ومزارا للأدباء وعكاظا للشعراء ومسرحا للمبدعين، حيث أصبح عدد التظاهرات الثقافية يفوق عدد أيام السنة. وقد شهدت مدينة فاس أيضا أحداثا ثقافية مهمة كثيرة، من بينها احتفالات وأنشطة ثقافية بمناسبة اختيار مدينة فاس عاصمة للثقافة الإسلامية لسنة 2007، احتفالات بمناسبة مرور 12 القرن على بناء مدينة فاس وتأسيس الدولة المغربية المستقلة عن الشرق العربي. وفيما يخص العلاقات الخارجية والتعاون، عرف هذا القطاع نشاطا ودينامية لم يسبق لها مثيل في تاريخ مدينة فاس، وذلك من خلال إحياء كل الاتفاقيات ونفض الغبار عن كل التوأمات، كما قامت الجماعة بإمرام وتوقيع اتفاقية جديدة في مجالات الشراكة والتعاون مع المدن الأوروبية والمدن الأسيوية في الصين وكوريا الجنوبية من أجل انفتاح أكبر على أكثر التجارب تطورا. وقد حرصنا على أن تأخذ هذه العلاقات شكل تعاون لا مركزي وأن تدخل في خانة الدبلوماسية المحلية، وكان من ثمار هذه العلاقات ونتائجها أن حصلت مدينة فاس ومدينة ستراسبورغ على جائزة التوأمة النموذجية. وقامت الجماعة في إطار التعاون بتكوين العديد من الأطر في تدبير شؤون المكتبات وفي معالجة وتصنيف الأرشيف الجماعي، ولم تكن جماعة فاس رغم عراقتها تتوفر على أرشيف بالمفهوم العلمي، وقد قمنا لحد الآن في إطار التعاون بمعالجة ما يناهز 3.5 كيلومترات من أرشيف الجماعة. كما أبرمت الجماعة عدة اتفاقيات ونظمت عدة لقاءات أيضا في إطار تعاون جنوب جنوب لتدعيم العلاقات الثنائية التي تجمع المغرب مع بعض الدول الصديقة والشقيقة. وقد قدم مجلس مدينة فاس مساعدة قيمة لبعض المدن الإفريقية. ونظرا لاتساع شبكة المدن الصديقة والتوأم المتوأمة مع مدينة فاس، فقد أسست الجماعة ملتقاها السنوي الذي تجتمع فيه كل هذه المدن لمناقشة قضية من قضايا الشؤون المحلية ولتبادل الآراء والتجارب حولها. كما أسفر التعاون الدولي على مستوى المدن الأورومتوسطية التي شارك فيها مجلس مدينة فاس بحيوية ونشاط على اختيار مدينة فاس لاحتضان الجامعة الأورومتوسطية اعتبارا للرصيد الحضاري للمدينة ودعما لحاضرها المتألق. ونظرا لكثافة الزيارات لمدينة فاس، أنشأت الجماعة دارا للعلاقات الدولية بالمدينة العتيقة كفضاء تقريدي
على الطرازي الفاسي. أيتها الأخوات أيها الإخوة، لقد سبق لمدينة فاس أن استفادت من تصميم سياحي برنامج التنمية السياحية الجهوية، وفي هذا الصدد قامت الجماعة بتفويت 112 هكتار بدرهم رمزي لصالح المشروع لخلق منطقتين سياحيتين. الأولى في منطقة واد فاس تمتد على مساحة واسعة، وتتوفر حسب التصميم على ملعب للغولف، وعلى كورنيش بفنادق من صنف 4 و5 نجوم، وعلى قصر للمؤتمرات ومعرض دولي وقاعة رياضية مختلفة. تم التوقيع على هذا البرنامج بالضبط يوم 25 نوفمبر 2005، ومع كامل الأسف والأسف الشديد وضع هذا البرنامج الضخم والحيوي بأيادي وضع هذا المشروع الضخم والحيوي بأيادي تريد أن ترجع بمدينة فاس إلى عهود المشاريع الموقوفة العالقة والأوراش المتوقفة، وتأخرت في تنفيذ هذا البرنامج بالإضافة إلى برامج أخرى كالحي الصناعي برأس المال الذي كنا نريده منطقة حرة معفاة من الضرائب لتشجيع النشاط الصناعي بالمدينة من أجل إيجاد الشغل لشباب الجهة وإحداث فرص كذلك للمقاولات من أجل اقتناء بقع أرضية بأثمنة رمزية. ولكن مع كامل الأسف كل هذه المشاريع لم ترى النور، لأن مؤسسة مع كامل الأسد مؤسسة لا سي دي جي كما وقع في كل المغرب تأخرت في تنفيذ هذه البرامج، وأنتم تتابعون اليوم المتابعات في حق المدير العام وكل المسؤولين على هذه الكوارث في هذه المدينة خصوصا وفي باقي المدن. نتمنى أن يأخذ القضاء مجراه، ونتمنى كذلك لهذه المشاريع أن ترى النور ما دامت أنها كانت مدشنة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. أيها الأخوات أيها الإخوة، لا يخفى على أحد مدى أهمية الطرق في حياة المدينة ونشاط سكانها، فهي تعتبر الشرايين الأساسية التي تغذي جهات المدينة بالحيوية والحركة. وجودة شبكة الطرق الحضرية من أهم العوامل التي تساهم في تأهيل المدينة لاستقبال الاستثمارات. وعلى هذا الأساس اعتبرنا بناء وإصلاح وتجهيز الطرق من أولويات برنامجنا الجماعي التنموي، خصوصا وأن الحالة التي كانت عليها جل الطرق بمدينة فاس كانت في حالة مزرية. وقد بادرنا بمعية مكاتب للدراسات المتخصصة إلى القيام بالدراسة المعمقة التي شملت كل المقاطعات بدون استثناء، والتي أسفرت عن الحاجة إلى ميزانية ضخمة. وكان من الضروري لتحقيق هذه الأهداف اعتماد خطة خماسية وبرنامج الأشطر الذي امتد من 2006 إلى 2011. إذن وكان هذا الإنجاز متواصلاً ومتتالياً، ولا زالت الأشغال جارية في بعض المقاطعات، وسيكون هناك إن شاء الله برنامج خماسي في القريب العاجل لتكون مدينة فاس في المستوى التي يريد لها سكانها ومنتخبوها. إن الكثافة السكانية التي تعرف بها مدينة فاس تجعل الوسائل المتاحة حالياً في النقل الحضري عبر الحافلات والتاكسي الصغير غير كافية، ولهذا كان لزاماً علينا التفكير في وسائل النقل الحديث الذي باستطاعته مسايرة التنامي الهائل لأحياء المدينة واتساع رقعة مناطقها والزيادة في عدد سكانها. وقد وقع التفكير في الاعتماد على وسيلة القطار الحضري بعجلات ترامواي، والدراسات تسير على أحسن وجه في إطار الشراكة اللامركزية مع مدن صديقة لها تجربة عريقة في هذا المجال. كما هناك عدة مشاريع في مجال النقل كتهيئة محطة وقوف السيارات بالمدينة وحل مشاكل جولاً بها، وإعداد مخطط النقل الحضري الشامل. لقد حظيت العناصر البصرية والجمالية للمدينة باهتمام خاص من طرف المجلس، وقام بتنفيذ عدة مشاريع تهدف إلى إعادة الانسجام والتلاؤم إلى المظهر العام لشوارع المدينة وفضاءاتها، وتسعى إلى تحسين مستوى المحيط
البيئي الذي ينعكس إيجابا على نفسية المواطنين ويوفر لهم عيشا أفضل، عملا بمقولة مدينة أجمل وحياة أرقى. الأخوات والإخوة، فاس المدينة العتيقة هي فاس الحقيقية، هي تاريخ المغرب، وهي من الحواضر القليلة عالميا التي تزال تحافظ على طابعها المعماري والاجتماعي القديم الذي تشكل على امتداد 12 قرنا من الزمن، ولا تزال تحتفظ بسماتها العريقة إلى عهدنا هذا، وهو ما جعل منها متحفا حيا ونقطة جذب سياحية وقبلة للزوار من جميع أنحاء العالم. وفي هذا الإطار، رد الاعتبار للمدينة القديمة وحماية نشيجها العمراني وصيانته من الضياع والتخفيف من كثافتها السكانية، قمنا بعدة عمليات في شراكة مع الحكومات المتتالية، وهي ترحيل أكثر من 1000 أسرة خارج النسيج العتيق للمدينة، ترحيل صناعة الملوثة، إعادة شبكة الماء وشبكة التطهير، إصلاح الطرقات، وإعطاء عناية خاصة للمثلث الذهبي مولاي إدريس القراوين سيدي أحمد التيجاني. هذا ما شجع دور الضيافة على اختيار المدينة العتيقة لممارسة نشاطها وفتح أبوابها في وجه السياح. إن جماعة فاس تشارك بشكل فعال وباعتمادات مالية مهمة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ويمكن القول بأن جماعة فاس تعتبر رائدا في هذا المجال. أيها الأخوات والإخوة، قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وكذلك هي النعم التي أغدقها الله على هذا البلد الأمين، لا نستطيع أن نعدها كلها أو نحيط بها، نذكر بعضا منها عملا بقول الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، وما ذكرناه ليس إلا غيظا من فيض، والواجب يقتضي منا شكر النعم، حيث قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. والشكر هنا هو مواصلة الجهود ومضاعفة العمل ومتابعة البناء لمصلحة هذه المدينة العظيمة، وتلك هي الأمانة الملقاة على عاتقنا. فعلى الرغم من كل ما تحقق، فإننا نسعى إلى المزيد من التطوير والتحديث حتى نتمكن من رفع التحديات جميعا بكل مكوناتنا السياسية والنقابية ومجتمعنا المدني. أخوات والإخوة، نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وإن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا. أخوات والإخوان، الأستاذ فيما يخص نقطة نظام، أنا غن واحد كلمة بسيطة، أن اليوم إحنا تندشنو بحول الله هذا المقر، هذا المقر اللي منذ سنوات، والإخوان ديالكم في مجلس المدينة وفي كل المقاطعات كنا في حاجة، والمدينة كانت في حاجة إلى مقر في مستوى هذه المدينة المقدسة. إذن بعد ما عملنا جميعا على بناء وتشييد مقرات للمقاطعة، أتى دور هذا المقر، والحمد لله اللي أصبح تستوعب كل المكاتب التي كانت مشتتة بين مختلف المقرات. إذن غادي ناخذ 15 دقيقة على حفلة شاي على شرف المدعوين لافتتاح هذه القاعة، ونستمر مباشرة في جدول أعمالنا، والإخوة المستشارين لهم الحق في مناقشة والتتبع وكذلك إبداء الرأي وإعطاء النصح لإخوانهم في تدبير الشأن المحلي. إذا الإخوة على بركة الله، نأخذ